اوكي، حبيت هذا الفلتر. اوكي اختي، بصفة عامة الريزم هي مادة طبعا كيماوية، واستخدامنا لها اصلا قائم على التفاعل ما بين المادة اللي هي الريزن والمادة بي اللي هي الهاردنر، وطبيعي انه ينتج عنها ابخرة، والمفروض ان احنا نلبس الماسك او الكمام، ومن وجهة نظري المفروض ايضا نلبس شيء ملابس تكون مغطية الذراع يعني شم طويل، عشان الجلد بعد ما يتأثر، لان وايد ناس تكون صبفية وخلافها. ولكن يعتمد طبعا على كل شخص وهو شنو اللي يرتاح له. يعني انا في البدايه مثلا جربت ان انا البس ماسك وشي طويل، ولكن بامانه ما تحمل. الحين احتياطا وبصفه عامه، اذا عندك قدره يفضل انك تلبسين اكيد الماسك، ويفضل انك تلبسين شيء يغطي يعني الذراع مثل ما قلت، افضل ايش وقايه طبعا. وان شاء الله الله يحفظ الجميع، ما اتمنى ان احد يتاذى ويحوش اي شيء من استخدام الرزق. يلا يعطيك العافيه.